وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من العاصمة التركية اسطنبول سعادة السيد أحمد قراطة عضو مجلس النواب. مساء الخير سيد أحمد، يعني وبداية لو تحدثنا عن أهمية مشاركة السلطة التشريعية في الاجتماع الآسيوي المنعقد في اسطنبول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مساء عليكم ومساء على أصحاب السادة المشاهدين تلفزيون البحرين، أحييكم من الجمهورية التركية. طبعا احنا حضرنا في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كان الجلسة العامة العاشرة استدامة السلام والتنمية في آسيا اسم عنوان هذا المؤتمر، وكان من فترة من 21 ل 24 نوفمبر. اليوم طبعا اليوم الثالث، طبعا اخذت فكرة عن من اليوم الأول كان قام السيد إسماعيل كهرمان رئيس الجمعية الوطنية التركية والرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية بافتتاح أعمال المؤتمر، وفي اليوم الثاني كان هناك مشاركة من جميع برلمانات الدول الآسيوية منها السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني وألقى كلمة في هذا المؤتمر، وكان من فحوى التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب بكافة الأشكال في القارة الآسيوية، وكانت تطرق إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والسلام والتنمية ما يأتي إلا بتوفير السلام الدائم والشامل في جميع ربوع القارة الآسيوية. وتكلم كذلك عن رؤية البحرين 2030 وتشجيع سمو سلمان بن حمد ولي العهد الأمين للتنمية المستدامة من عمل ورش وعمل مؤتمرات في هذا المجال في التنمية المستدامة، وكذلك شكر المملكة العربية السعودية على رؤيتها 2030 وما تتضع إليه من أهداف تنموية تهدف إلى التنمية في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وصفة عامة في الدول الخليجية. طبعا في اليوم الثالث اللي احنا فيه كان في الصباح كان اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة. طبعا تكلمنا عن استدامة السلام والتنمية في آسيا والتبادل التجاري والاستثماري والسياحي ما بين الدول الأعضاء في القارة الآسيوية، وكان هناك على هذه وما تشكله التبادل التجاري ما بين الدول الآسيوية، وتطرقنا إلى هناك يجب أن يكون هناك تنمية مستدامة وشاملة، ولا تكون هذه التنمية المستدامة إلا بالسلام والتنمية في القارة الآسيوية. نعم، من العاصمة التركية اسطنبول سعادة النائب أحمد قراطة عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.